بسم الله الرحمن الرحيم. في بعض الأحيان تحسب الكفاءة بطريقة أخرى، وهي على أساس ليس على أساس القدرة، وإنما على أساس الإنرجي، وهذه تستخدم في حالة المحاولات اللي لها دورة حمل معينة. ففي هذه الحالة تحسب القدرة، أو تحسب العفو، الكفاءة على أساس الإنرجي أوتبوت، على إنرجي أنبوت، وليس على قدرة خارج على قدرة داخلة. شنو القصد بهذا الكلام؟ إذا كان عندي محولة تشتغل دورة حمل معينة، مثل محولة موجودة في مصنع، وهذا المصنع مثلا تبدأ الدوام الساعة 8، في الساعة 8 مثلا المحولة تشتغل مثلا بنص الحمل، بعدين في المود بالساعة بالعشرة يبدأ خط إنتاج آخر، فيزداد الحمل، يصير مثلا بدال نص يصير 3/4 الحمل، مثلا الساعة بالوحدة يشتغل خط إنتاجي ثالث مثلا، ويصير القدرة بهاي الحالة بالفول لو تشتغل المحولة، ثم بعدين مثلا الساعة بالثنتين ينخفض الحمل يصير 50%، والساعة بالأربعة يصير مثلا العصر يصير 25%، الساعة بالستة مثلا العصر ينتهي الدوام ويطفون الحمل اللي على المحولة، يفصلون الحمل اللي على المحولة، وتبقى المحولة في حالة لايت لود أو في حالة نو لود إلى أن نوصل إلى اليوم التالي. في هذه الحالة نقول هاي المحولة ايش قد الافشنسي مالتها؟ نقول المحولة بالمود الأول قدرة افشنسي مالتها، إذا كان الكلام على أساس القدرة، بالمود الأول اللي بدأ بداية الدوام هل قد كفاءتها؟ زين، بالمود الثاني تغير الحمل عليه فتغيرت كفاءته، صار كفاءة بشكل ثاني. المود الثالث تغير الحمل فتغير الكفاءة وصار بشكل إذا ايش قد الكفاءة مع المحول؟ شلون نحسب الكفاءة؟ بهاي الحالة مثل هالشكل المحولات اللي لها دورة حمل ثابتة، يعني اليوم الثاني نفس الحمل مالتها، فبهاي الحالة تحسب الكفاءة على أساس الإنرجي أوت بوت وليس على أساس القدرة. شلون تحسب الإنرجي؟ شنو علاقة الإنرجي بالقدرة؟ الإنرجي تساوي القدرة في الزمن، القدرة في الزمن. فإذا نجي مثلا المود الأول، المحولة تشتغل بالمود الأول إذا فور إكزامبل مثلا 25 كيلو واط ولمدة ساعتين، فصير الإنرجي بهاي الفترة تساوي 2 في 25 كيلو واط، نحصل إنرجي أوتبوت في الفترة الأولى. الفترة الثانية الإنرجي إيش قد؟ الفترة الثالثة إيش قد الإنرجي؟ نحسب إنرجي أوتبوت وبعدين نحسب إنرجي أنبوت. زي إنرجي أنبوت شنو علاقة، شنو يعني شلون نحصلها؟ عندي إنرجي أوتبوت زائد اللوسز، إنرجي أنبوت تساوي إنرجي أوتبوت زائدا شنو؟ زائدا لوسز. إذا حتى اللوسز هم لازم نحسبها شنو؟ مو بالواط والكيلو واط، وإنما تحسب بالكيلو واط أور. إذا efficiency all day so energy output in 24 hour, energy input in 24 hour, وسا كيلووات اور اوتبوت ان 24 اور على كيلووات انبوت ان 24 اور. وهاي المحولة شوف مثل ما مبين هنا الباور مالته تتغير بهذا الشكل، وترجع يوم ثاني تبدأ بنفس السايكل مال اليوم الاول خلال 24 ساعة تايم ان اور. فهاي مثل الشكل المحولات تحسب الكفاءة مالتها على اساس انرجي، وتسمى all day efficiency، كفاءة اليوم الكامل. بهاي الحالة احنا اخذنا مثال يوضح لنا شلون نحسب الكفاءة للمحولات اللي تشتغل دورة حمل معينة، وشلون نحسب كفاءة اليوم الكامل لمثل هكذا محولات. نجي هسه ناخذ اكزامبل على موضوعي الكفاءة والريجليشن وحتى الدالة المكافئة. الاكزامبل هذا اكزامبل مهم جنرال وعام وشامل يشمل جميع الحالات. محولة قدرتها طبعا هاي اللي تعطى بداية ال KVA ماكسيمم ريتد للمحولة 200 KVA سنجل فيز ترانسفورم وذ فولت ريشيو ستار 350 على 660، وهاي V1 على V2 مثل ما اتفقنا، الكسر البسط مال ستار 350 اذا V1، وهاي شنو؟ V2 تمثل فولت ريشيو او تير ريشيو، نحصلها منها تير ريشيو، ايضا نحصلها منها هاد ذا فولوينج وايندنج ريزيستنس اند ريكتنسز R1 منطينها R2 X1 اند X2. طبعا المقاومة العالية هي اللي تكون في ملف الفولتية المنخفضة. ليش؟ لأن ملف الفولتية المنخفضة العفو المقاومة العالية في ملف الفولتية العالية. ليش؟ لأن ملف الفولتية العالية مقاومته تصير عالية. ليش؟ لأنه ملف الفولتية العالية أول شيء السلك مالته يكون رفيع، وسلك فولتية عالية فلفاته تصير كبيرة، عددها كثير، معناه السلك طويل. فإذا ملف الفولتية العالية لفاته كثيرة السلك راح يصير طويل، والتيار مالته قليل، يعني فولتية عالية التيار يكون قليل، في هذه الحالة راح يكون السلك رفيع والمقاومة تصير عالية. بينما ملف الفولتية المنخفضة
ملف الفولتية المنخفضة أول شيء لفاتها قليلة لأن فولتيتها منخفضة، مثل ما نعرف الفولتية تناسب عدد اللفات، فملف الفولتية المنخفضة لفاتها قليلة معناه سلك قصير، وملف الفولتية المنخفضة نفسه لازم تيار عالي يصير، بهاي الحالة السلك لازم يكون شنو سميك يعني مقطع كبير، فالمقاومة تصير شنو تصير منخفضة. فإذا باوعت المحولة وانطاني ملفين بيها وسلكين، السلك الرفيع أقول له هذا السلك هو اللي ملف الفولتية العالية، والسلك السميك وأقول له هذا السلك اللي ملف الفولتية المنخفضة أو التيار العالي. زين، نفس الكلام بالنسبة للإكس 1، الإكس للفولتية العالية تكون كبيرة، وإكس الفولتية المنخفضة شو تكون قليلة. فشوف هسه إكس 1 وإكس 2 هذا الكلام يكون منطبق على هاي الحالة. زين، هاي المحولة أيضا المعطيات الأخرى أون نو لود، في حالة النو لود تاخذ تيار يساوي 0.96. طبعا تاخذ التيار هسه نعرف بعد شوي راح نقول انه التيار لازم تاخذه من اي جهه، تاخذه من جهه البرايمري، فانا المهم عندي ان اعرف منو هي فولتيه البرايمري لهذه المحوله، هل هي هاي الفولتيه ام هاي الفولتيه. طبعا فولتيه البرايمري هي هاي، يعني قلنا هاي برايمري الى سكندري باست، فالمهم اعرف انه منو باست الكسر. زين، تاخذ تيار 0.96 ات نو لود بباور فاكتور مال نو لود يساوي 0.263 لاج، اكيد لاج. كالكوليت ذا كوفلنت سيركت، 2 ذا فولت ريجوليشن، 3 the transform efficiency لهذه المحولة، also calculate the maximum efficiency. نبدأ هسه بالمطلب الأول اللي هو equivalent circuit parameters refer to high voltage winding. refer to high voltage winding أو refer to منو ال high voltage، refer to primary، لأن ال high voltage winding هو يمثل ملف ال primary. فإذا R equivalent to and X equivalent العفو ال أريد ال refer to high voltage winding اي refer to primary، اذا r equivalent 1 and x equivalent 1 هي اللي يريدها. يعني شلون استنتجنا هسه هنا بالسوليوشن ردنا قلنا r equivalent 1 اللي هو refer to ما قال primary، refer to high voltage winding، وهال high voltage هو شو يمثل؟ يمثل primary. فاذا r equivalent 1 شو يساوي حسب القانون العافية السابقة مقدار مكافئة؟ يساوي r1 زاد r2 داش ويساوي r1 على حطتها. ال r2 داش شلون احصلها؟ احصلها من r2 n1 على n2 سكوير. هاي ان 1 على ان 2 مين اجيبها؟ اجيبها من نسبة الفولتية للمحولة. شوف، فإذا ار 1 زائد ار 2 ان 1 على ان 2 سكوير، هاي ار 1 وهاي ار 2 وهاي ان 1 على ان 2 اللي هي في 1 على في 2 شنو سكوير، حصلنا هاي الايكوفلنت 1. اكس ايكوفلنت 1 تساوي اكس 1 زائد اكس 2 داش اكس 1، واكس 2 داش هي اكس 2 ان 1 على ان 2 سكوير وتساوي 4.67، وهاي هي ال x2 نضربه في n1 على n2 سكوير اللي هي v1 على v2 سكوير، حصلنا هاي تمثل شنو؟ تمثل x equivalent 1. زين، هاي الدائرة المكافئة بها أربع عناصر، نجي هسه r0 و xm. r0 شلون نحسبها؟ r0 تساوي v1 على i0 كوساين فاي0، v1 على i0 كوساين فاي0. من الدائرة المكافئة انا عندي ال 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 الفرعين مال نولود اللي على التوازي، فرع بي ار نوت فرع بي اكس ام. فالفرع اللي بي ار نوت شلون احسب الار نوت؟ من عند الفولتيه مالته في 1، التيار مالته هذا الفرع هو شو يساوي؟ يساوي اي دبليو او افكتيف كومبوننت اوف اي نوت اللي سميناه سابقا. هذا الاي دبليو اللي سميناه وركن كومبوننت ايضا يساوي اي نوت في كوساين فاي نوت. فاذا ار نوت يساوي في 1 على اي دبليو ويساوي في 1 على اي نوت كوساين فاي نوت، حصلناها بهذا الشكل. زين، اكس ام شو يساوي؟ يساوي في ام على شنو؟ على اي ام. اي ام شو يساوي؟ يساوي اي نوت في ساين فاي نوت، ويساوي شوف هنا في 1 قلنا المهم نعرف منو الفي 1، في 1 على اي نوت في ساين، احنا ما عندنا الفاي، ناخذ الكوساين انفيرس يعطينا كوساين نو لود، ناخذ كوساين انفيرس لل 0.263 حصلنا الزاويه، خذناها ساين ضربناه بالتيار حصلنا شنو؟ حصلنا اي ام، وحصلنا على بالتالي من قسمنا الفولتي على هذا التيار اللي حصلناه حصلنا على اكس ام. اذا هاي ار نوت و اكس ام. اوكي، نجي هسه بعد ما حسبنا الدائره المكافئه بها اربع عناصر، دائره مكافئه بها اربع عناصر ار كوفلنت 1 اكس كوفلنت 1 وار نوت واكس ام، ربما يطلب منك الدائره المكافئه ريفير تو سكندري، فاذا نفس الطريقه لكن ممكن تكون refer to secondary. نجي هسه الى المطلب الثاني هو voltage regulation. نكتب قانون voltage regulation. voltage regulation i2 dash r equivalent 1 cosine phi 2 زائد ناقص i2 dash x equivalent 1 sine phi 2 على v1، نعم في 100%، وطبعا هنا الزائد ناقص زائد اللاج وناقص المن الحالة الليد.
I2 داش الموجود بهاي المعادلة هو I2 داش يساوي I2 أو X في I2 داش فول لود. X في I2 داش فول لود ونا بهاي الحالة هو قال لي احسب ريجليشن عد من at full load. فإذا full load إيش قد الإكس عند الفول لود؟ إكس عند الفول لود إيش قد؟ واحد. إكس يساوي واحد. إذا عند الفول لود الإكس يساوي واحد. والباور فاكتور منطينا عدة حالات 0.8 لاجنج 0.8 ليدنج وهكذا. نجي هسه I2 داش عند الفول لود يساوي إكس I2 داش فول لود. إكس يساوي واحد لأنه طالب ريجليشن عند الفول لود. فيصير I2 داش فول لود. زين I2 داش فول لود شلون أحسبه؟ I2 داش فول لود أحسبه من I2 فول لود. I2 full load يساوي أو I2 dash full load يساوي I2 full load في N1 على N2 عفوا في N2 على N1 مو N1 على N2 هنا بس شاب صح هنا هاي النسبة رجاء هاي النسبة صح هنا هاي النسبة تصحح هذا هنا أنا. I2 dash full load يساوي I2 full load في N2 على N1 مو N1 على N2 رجاء صححوها لنا فهنا هسه عندي I2 full load ما منطيني اياه منطيني KVA المحولة قال المحولة 200 KVA وعندي 660 حصلنا 2000 KVA او 200 KVA هنا هم هنا خطأ ثاني هاي مو 2000 200 KVA قدرة المحولة شيل صفر منا شباب من هذا 200 KVA على 660 هاي شو حصلنا هنا حصلنا I2 full load في ضربنا في N2 على N1 حصلنا تيار الفول لود او I2 داش فول لود يساوي 1.35 اذا ليش نحطينا لان بالمعادله مالتي هو اي 2 داش وطبعا عند الفول لود فصار اي 2 داش فول لود فاذا شلون احسب الاي 2 داش فول لود اجيب الاي 2 فول لود واضرب في ان 2 على ان 1 شباب ارجع واقول مو ان 1 على ان 2 واي 2 فول لود من احسبه احسبه من القدره على الفولتيه مال سكندري حصلت اضرب في ان 1 في ان 2 على ان 1 صار تساوي 1.35 امبير اللي هو I2 داش فول لود اجي بس اطبق بالقانون فولت ريجليشن يساوي زين هسه احنا بالقانون شنو عندنا مع ريجليشن عندنا R equivalent 1 و X equivalent 1 منين اجيبها؟ اجيبها من البارت الاول اذا لو فرضا بالبارت الاول يعني قال لي احسب لي ريفير تو سكندري يعني احسب لي R equivalent 2 and X equivalent 2 مو برايمري بس احنا بهاي الحالة بالسؤال مالنا مطلب مالنا جاهزة جبناها من الفرع الأول وخليناها. ممكن هذا السؤال نفسه يعني شباب يبدالي بالمطلب الثاني فإذا لما يجي يكتب قانون مال الريجوليشن شوف R equivalent 1 أحتاج X equivalent 1 فهو منطيني كل بارامترات أجي لازم أحسب هاي العنصر وهذا البارت وهذا البارت اللي هو R equivalent 1 X equivalent 1 بنفس الطريقة اللي حسبناها بالفرع الأول ثم أخليها بالقانون مال الريجوليشن. لكن بهاي هسه بهذا السؤال مالنا بهذا المثال احنا حسبناها بالفرع الاول. زين اذا الفولت ريجليشن 1.35 اي 2 داش فول لود في 3.04 في واحد لان المطلب الاول قال لي عد باور فاكتور شوف ريجليشن شنو قال؟ ريجليشن ات يونيتي باور فاكتور، يونيتي باور فاكتور ايش قال؟ باور فاكتور يعني واحد و 0.8 لاج اند 0.8 شنو؟ اللي ثلاث حالات. فنجي هسه نحسب الريجليشن ثلاث حالات عند الفول لود باور فاكتور واحد زائد البارت الثاني يصير صفر يعني كوساين فاي واحد معنى الزاويه صفر اذا ساين فاي بالبارت الثاني يساوي صفر فالبارت الثاني كله راح يصفر هذا على الفي 1 حصلنا هاي فولتج ريجليشن داون لو اب هو بالسؤال اصلا قال لي احسب فولتج ريجليشن داون لو اب ما قال فمن الافضل احسب ريجليشن داون لو اب؟ افضل احسب شنو؟ احسب الداون ليش؟ لانه الداون يقسم على الفولتيه في 1 والفي 1 ثابته بينما الاب يقسم على الفي 2 داش وفي 2 داش اصلا ما موجوده عندي لو موجوده عندي كان احسب الريجليشن منها بشكل مباشر فاذا انا باي ذا واي يعني بما انه ما حدد لي فانا اقول له اوكي اذا هي الداون فقسمت على في 1 حصلت الريجليشن حاله والحاله الثانيه ايش تختلف؟ بس عندي باور فاكتور 0.8 لاج اشاره صار زائد هنا عندي صار 0.6 الساين فاي حصلت ريجليشن الحاله الثالثه ليدنج نفس الشيء 31 3.8 اشاره صارت فقط شنو سالبه حصلت ريجليشن بالحاله الثالثه نجي هسه المطلب الثالث الافشنسي مال ترانسفير انا شنو احتاج بقانون الافشنسي
قانون الافشنسي احتاج التالي. الافشنسي يساوي اكس في اي كوساين فاي 2 على اكس في اي كوساين فاي 2 زائد اكس سكوير دبليو سي فور لو زائد دبليو ايرون. فانا الفي اي موجود مال المحاوله اكس، هو قال لي احسب عندنا ايش قد، قال لي الاكس بالله احسب لي عند الفول لود والهاف لود حالتين فول لود هاف، اذا الفول لود الاكس يساوي واحد والهاف لود الاكس يساوي، نعم الاكس يساوي نص. فاذا عندي حالتين بالافشنسي عند الفول لود والهاف لود اكس موجوده، اذا عندي حددها لي حالتين. فولت امبير موجوده، كوساين فاي هم هو قال لي حدد لي بالسؤال، قال لي ايش قد كوساين فاي شوف، قال لي احسب لي عند يونيتي باور فاكتور also when the power factor is 0.8، اذا حالتين من الباور فاكتور 1 و 0.8. فاذا اجي اقول له الافشنسي كوساين فاي هم منطيني اكس موجود حدد لي حالتين والباور فاكتور حدد لي حالتين، فيصير حالتين للتيار للاكس وحالتين باور فاكتور، فيصير عندي اربع حالات. زين نجي هسه هنا المقام مالتنا شنو عندي هنا، دبليو سي وفلود زائد دبليو ار، قلنا دبليو سي وفلود دبليو ار لازم احسبهن حتى احسب الافشنسي، هن موجودات عندي لو موجودات ما موجودات. اول شيء قلنا دبليو سي وفلود شو يساوي، سو اي فلود سكوير في ار ايكوفلنت حسب الدائره المكافئه، ودبليو ايرون شو يساوي؟ دبليو ايرون احسبها من حاله النولود، يمثل دبليو ايرون يمثل القدره الداخله للمحول في حاله شنو؟ في حاله النولود. فخلي اجي احسبها هسه بالدبليو ايرون بالبدايه، اقول دبليو ايرون تساوي القدره الداخله للمحوله في حاله النولود، هو منطيني حاله النولود بالسؤال. قال لي بالنولود المحول ايش بيها؟ نولود اون نولود محوله تقدر تاخذ تيار هالقد والباور فاكتور هالقد، اذا عندي تيار النولود، زين ايش قد فولت يا مال نولود؟ النول تيار النول يسحب من جهة المصدر بفولتية كاملة، جهة فولتية المصدر هي 6350 من فولتية المصدر، فولتية البرايمري يعني. فإذا فولتية وتيار عندي أحسب القدرة الداخلة للمحاولة في حالة النولود اللي تمثل ايرون لوسز في 1 اي نوت كوساين فاي نوت 1.6 كيلو وات. زين دبليو سي وفلو شو تساوي؟ يساوي اي 2 داش حسب ريفير دار مكافئ ريفير تو برايمري، كتبنا هذا القانون سابقا احنا اي 2 داش سكوير بس فول لود ار اكوفلنت 1، صار هذا التيار حاسبين اي 2 داش فول لود احنا 31.5 امبير، فسوي 31.5 سكوير في ار اكوفلنت 1 هي 3.04 ويصير القدره تساوي 3.02 كيلو واط. زين نجي هسه نخليهم بالقانون، فولت امبير مال المحوله 200، الحاله الاكس يساوي 1 ناخذ حالتين بها باور فاكتور 1 وباور فاكتور 0.8، فاذا 1 في 200 في 1 هذا باور فاكتور 1 على 1 في 200 في 3 في 1 زائدا اكس سكوير اكس 1 عندي نشوفه بالفول لود 1 سكوير في 3.02 هاي دبليو سي او فول لود زائدا طبعا بالكيلو وات، فزائدا دبليو ايرون 1.6 في 10 اس 3 في 100 حصلت الافشنسي بالحاله الاولى. الحاله الثانيه هم اكس يساوي 1 بس باور فاكتور يساوي 0.8، طبقت بالمعادله وحسبتها. الحاله الثانيه اكس يساوي نص، هم بحالتين عند اكس يساوي نص باور فاكتور 1 وباور فاكتور 0.8، حسبت افشنسي بالحاله الثالثه. مطلب اخير بالسؤال طال الماكسيموم افشنسي، لازم حتى احسب ماكسيموم افشنسي لازم احسب الاكس اللي يصير عندها ماكسيموم افشنسي، فاكس ات ماكسيموم افشنسي تساوي تحت الجذر دبليو ايرون على دبليو سي اوف لود. لو فرض انها ما راح تقول لك مباشره احسب لي بدون مطلب يعني بدون ما المطلب هذا الثالث راسا يقول لي احسب لي الماكسيموم افشنسي، اقول الماكسيموم افشنسي بها الاكس يساوي دبليو ايرون تحت الجذر على دبليو سي اوف لود. دبليو ايرون اذا ما محسوبه لازم احسبها، وكذلك دبليو سي اوف لود انا حسبتها بالفهسه بالترتيبات الفرع الثالث، فاجي اخليها مباشره تطلع عندي بوينتس يساوي هنا علامه يساوي 0.73، اجي اعوض افشنسي ماكسيموم 0.73 في 200 في 3 في 1 هذا نفسه زائد 0.73 سكوير في 3.02 في 10 اس 3 زائد 1.6 في 10 اس 3. طبعا هنا أنا هذا منا هذا اللي هنا يمثل كوبر لوسز وهذا يمثل اير لوسز، المفروض هذا يساوي هذا لانه عندي انا جاي احسب ماكسيم افشنسي وبالماكسيم افشنسي اير لوسز يساوي شنو؟ كوبر لوسز، يعني هذا الحد اقدر اشيله انا واخلي هنا جوا اثنين، يعني اضافه لهذا الحد الاول هذا مال القدره الخارجه اخلي اثنين في دبليو ايرون احسب الافشنسي بهذا الشكل. طبعا باور فاكتور هنا قال لي احسب ماكسيم افشنسي، احسب الاكس عند ماكسيم افشنسي بس ما قال لي الباور فاكتور، فانا بالحاله السابقه الباور فاكتور قال لي احسب الافشنسي بشكل عام
بالمطلب الثالث عند حالتي 1.8، فأجي أنا هم الماكسيم افشنسي أحسبها على الباور فاكتور 1.8، وإذا ممكن تكون بحالة واحدة، بس أنا هنا أحسبها بحالتين لأن المفروض أقارن الماكسيم افشنسي هنا عند واحد بالحالتين، عند الحمل الكامل نص الحمل المفروض هاي ناصر أقصى قيمة للإفشنسي لما قارنها بواحد يعني عنده إكس يساوي واحد وإكس يساوي نص، عنده باور فاكتور يساوي واحد، وهنا هم أقارنها بها حالة، أقارنها في حالة الباور فاكتور 0.8، لأن أنا حاسب الإفشنسي لما يكون باور فاكتور يساوي 0.8 في حالتي الحمل الكامل ونص الحمل، فالمفروض الإفشنسي هنا هسه عند باور فاكتور 0.8 تطلع أعلى من الافشنسي عند باور فاكتور 0.8 عند الحمل الكامل وعند نص الحمل. وانت ممكن تشيك حلك، يعني المفروض السؤال جاك احسب لي ماكسيم افشنسي تطلع عندك فد رقم معين. طبعا شباب خلينا نقول هنا ملاحظه انه هنا الافشنسي انتبهوا وياي كل زين، حتى الحالات السابقه الافشنسي لازم هنا من تحسبه قبل لا تضربه بال100 راح يطلع عندك كسر، قبل لا تضرب في 100 يطلع كسر، هذا الكسر مثلا يطلع 0.98، إذا خلت مرتبتين ورا الفارزة من تضربه في المية يطلع عندك فقط مثلا 98%. فبهاي الحالة راح تكون المسألة غير دقيقة، لما أقارنها مثلا بالإفشنسي بالحالتين السابقتين أشوف قد تكون منطبقة، مثلا إفشنسي ماكسيموم تساوي إفشنسي عند الإكس يساوي نص وعند الحمل الكامل، وهذا غير دقيق. فإذا أنا من أجي أحسب هذا الكسر قبل لا أضرب في 100 آخذ على الأقل أربع مراتب ورا الفارزة، مثلا 0.9875 اربع مراتب، نضرب في 100 اثنين طلع يصير صحيح عدد صحيح واثنين يبقى ورا الفارزه اقل شيء. واذا نفس العمليه طبقتها هنا أنا مثلا عند الافشنسي عند الفول لود وهاف لود وشفت هم خذت اربع مراتب وضربتها في 100 طلع اثنين صحيحه واثنين ورا الفارزه، صار نفس الشيء ايضا بالماكسيم افشنسي هم طلعت اربع مراتب ورا الفارزه من ضربت في 100 اثنين صحيحه واثنين ورا الكسر، وشفت انه الافشنسي ماكسيمم مثلا صارت نفسها عند مثلا عند الفول لود، لازم بهاي الحاله بهاي هنا اخذ خمس مراتب ورا الفارزه، من اضرب في 100 اثنين يصير صحيحه وثلاثه ورا الفارزه، فيصير الفرق بالافشنسي ماكسيموم ربما بالمرتبه الثالثه بعد الفارزه عن حاله اخرى. لهذا يعني مرات اذا طابقت الافشنسي ماكسيموم مع الافشنسي مع في ماخوذه عند حمل اخر لازم ازود المراتب اللي تؤخذ ورا الفارزه حتى ابين انه الافشنسي ماكسيموم هي اعلى ولو بالمرتبه الثالثه بعد الفارزه. بعد بقى عندنا اكزامبل واحد نكمل ان شاء الله مقطع او اكزامبلين نكمل مقطع فيديوي التالي. شكرا جزيلا.